لك ابي شو يا بيت راح مربوط ولك نجيبه كان في مربوط هون جاب جاكيت وينه والله ما بعرف يا ابي انا ما شفته الله لا يوفقك شو ما شفتيه انت اللي صالحه اخذت المربوط من هون شلون يا ابي لك ما اخذت المربوط من جبت الجاكيت لا والله يا بير ما اخذت الله لا يوفقك لك مين اخذه ها ما في غير امكم هي امكم صاحبه الزمه الواسعه وليد الطويله لك شبك شوفي منجيب البرغوت اللي كان بالجيبه انت اللي اخذتيه ولك يا ضلالي شايفني بالزور عم اقوم على رجلي رح اخذ لك برغوت من جيبتك لانه بعرفك ضلاليه وايدك طويله ولك الله لا يوفقكم الله يقصف عمركم قصف لحتى ارتاح منكم ولك ذهب احمر عم اصرف عليكم ذهب احمر ذهب قلت لك ما حدا قرب من اواعيك بعدين قل لي انت امتى بتشلح اواعيك اي ما بتشلحون الا اذا تغسلت لك مره بالسنه وبتحطهم قدامك سكري على الباقي سكري على الباقي يا بينا شيبي الله يرضى عليكي انزلي على الداكونه ناوليني الغربال اكيد البرغوت بيكون واقع بين الترابات تحت العريش يلا يا بينا ناوليني يلا يا بينا هلا بدك البنت تغربل لك كل هالترابات مشان برغوت ومو عجبك البرغوت ست زبي طبعا لكان حضرتك تعبانه في لي يلا يا بي يلا نجيبه يلا حبيبتي يلا يلا ناوليني يا الله لا يوفقك اللي عم تعملوا فيني بهالحريمات الله لا يوفقك غربني منيح لك ابي غربني منيح الله لا يشعكم خير وين بدي اروح البرغوت يعني ما لقيتي والله ما لقيته يا بي لك شلون تحكي وجهي اشوف لك ابي الله لا يوفقكم وين البرغوت انا بدي رايي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انت شيخنا قول عنك السلام عليكم السلام ورحمه الله يا جماعه شايفين مثل ما انا شايف كانه في زلمه ناح المادنه ولا انا عم اتخيل لي لا لا بلا في زلمه لك هذا ابو نجيب مو هيك ابو زهدي اي والله هو ذاته هذا ابو نجيب بده يقدم بدالك وببلاش كمان هو يصلي بالاول بعدين بخليه يقدم شو ابو نجيب شو عم تعمل فوق عم شوف الهلال شي دراسي إذا ولد ولا لسه لك شو بدك بالهلال إذا بشان رمضان رمضان مطول لا لا شي دراسي مو بشان رمضان بشان الكره أنا كره كره دكاكين شي دراسي شباب شربي